عليكم خويا. الفاجعه اللي وقعت عندنا اليوم في الحومه جاتنا صدمه، حيت الناس الله يعمراتها لبناته لولاده واخوه ولده راه عشيري، فهمتي؟ لا عمره دار حتى هو راجل مزيان تحمر شوف معنا في الحومه هاد السيد حتى حاجه. كيفاش ها؟ كل شيء كلهم بخير، مراته محترمه، انا السبب الله اللي عارف شنو داير بالاسره، حنا بالاسره مش نعرفوا حتى حاجه، هذا الشيء بينه وبين الله، الله هو اللي خلقنا هو اللي عارف هو اللي عالم. مع الابن ديالو مزيان، كان حتى ولده اللي ضربوا شي واحد في الزنقه، ولده الكبير داز ماشي واحد، كان شي حامي على ولده، كان الراجل الله عمره دار لا مع ولاده ولا مع حتى حاجه. كلشي ماشي خصو متاخر خير خدام على ولاد، كان عسكري قال شت التقاعد، باش التقاعد صافي ريح دابا شنو شي يدير في حياته يوميه عاديه ماش باش تقاعد. كاين واحد المغالطه شكون بعد الصحفيين اللي شافوا شي مغالطات، الناس زعما ساكنين جوج بقاو يقولوا شي حاجه ما كايناش عندها وتاع شي. هذا شي بغا غير يبانو، فهمتي؟ غير بغا يبانو باش تبارك شعرك بهاد المنافق، فهمتي؟ ما خصوش يطلع شي هضره ماشي ديالو، حاش الناس ولاد الحومه تنعرفهم، هذوك الناس الله يعمرها دار، اقسم بالله الله يعمرها دار، لا باهم لا مراته ولا تا اي واحد، وحق الله خويا. اقسم بالله خويا هادشي نقول هادشي من الفري، اقسم بالله. حيت انا باش في الاول باش هنايا باش مريح فرس الدرب، مريح باش الغواش عشقون صافي في الاول شي صفار، ويخرجوا الدراري ديال الحومه تي غوت المرش تلوح نسمعنا في الاول صحابي بولا هي ضربت المكحله، فهمتي؟ صحابي في الاول بولا تسمع با حيت ما طلعت ضرب المخ ديالها صافو طاح المخ ديالها في الارض، وحنا نشوف المخ ديالها ما قدرتش تشوف اقسم بالله منظر اللي خيم. وحق الله خويا حتى منظر خايم، ما تبغيش حتى العدو، فهمتي؟ هذه الشريط ديال مع سر الدم. سر الدم قدامها في قبر و لا عمرها دار، اقسم بالله. حيت انا كنت نبيع الخضره بعد ما تقدم عندي بناته عنده ولد صغير وعنده بنت وعنده جوج بنات كبار. طبيب لا عمرها من الخدمه للدار، من الدار للخدمه هذيك تشوفها. هذه لا عمرها مع صحاباتها عاديه، اصدقاء ديالها في الحومه. عم تشوف هذا ولا شي مشكل عائلي هو اللي خلاها تتدخل. شنو تقول بنادم لما تمشي تقول لك راه على هادشي ديال مراته بنته تبغى تزوج شي واحد هو ما بغاش، فهمتي؟ واحد شي تقول لك هذا شي فاس، انا ما عرفناش الله اعلم. درا خاوي اخويا اخي اخويا، تنصح بنادم اللي ما عارف شي حاجه يسكت، اللي عارف شي حاجه يتدخل. حنا خصنا نعاونوا ولادهم، نعاونوا شي حاجه ماشي ناثروا عليهم، ما خصناش ناثروا عليهم. حنا اصلا اخو دابا حنا الحمادي اشوفوا، ودابا ولده غيبقوا حاضينه، دابا ولد جاي تاثر ما يقدرش، يقدر يتعقد نفسانيا، يقدر بنته تعقد، تقدر اي حد يتعقد، يقدر يقدر هو يخرج للطريق الخايبه. حيت صعيب باش يموت الاب والام، راه تعرف الام الحنان ديالها والاب والدور ديالو في الدار، وعارف اخواته هما بعد يسادوا بعد ما مرت في المستقبل ديالك شحال من حاجه. الناس الله يعمرها لا شهادة الحق، اقسم بالله ما عندي انايا شهادة الحق، عشان نعرفهم انا ولد الحومه هذه، تعرف مزيان تشوف كل شيء شنو شي وقع اخويا، اقسم بالله. حيت انا باش حضرت انا صحابي في الاول شي شفار، باش قالوا لي الناس راه ربهم بام بام صافي. الصوت ديال المكحله تخشوا. ضروري راه تصدم انا صحابي في الاول شي حاجه، حتى ما راه عنده توقع السلاح ديالو، عنده الرخصه حتى هو كان عسكري وتيصيد شي ديال في الغابه. صافي هادشي اللي كاين، يعني ما كاينش شي حاجه لا كاين شي حاجه اخويا، شي حاجه ديال الحق اقسم بالله، وربي شاهد عليا. الناس اللي تنعرفهم انا راه نحلف واش بغيتي الناس الدراوش، هو الراجل ما بيناش عليه تريح من الدراري. سولت عندي تعرف انا اصدقاء ديالو، فهمتي؟ في الحومه هنايا تصدموا. نص السيارة تنتي بلاصه في البارتي هنايا بخير، ما دير شي حاجه اقسم بالله. حاجه سمعت باش تجمعوا الناس، باش خو راه تيقول راه تا مريض، سير داو شي تقول لخو راه بلي انت خصك تمشي تداوي، انا ما مريض ما والو. واش شي يقول لك الخطوبه واش شي يقول، انا ما نديش تقليد اخويا. انت حقيقه تعلم بها الله، وهما الاسره اللي دايرين بها ولادو شي اول مره في سوق في الحومه هذه المدينه. لا
انت نقول احنا المغرب تيامي راه فيه طوب حجر وتنادي الناس مزيانه دي غير كارثه وقعات. اش يتهموا كنشوفوا ان ما كاينش راه؟ لا اسمح لي دين سلا راه فين ما مشيتي انايا فهمتي بلاصه بزاف ديال المدن فهمتي شنشوف مريح ما شمالي مريح ما ناس ديال الجنوب اقسم بالله بلادم حيت حنا عقل هذا ماشي هو عقل ديالي ولا عقل ديال الاخر واحد والنفسي ديالك واحد تيخلق الله وحنا مدينة سلا مدينة زوينة عندنا الناس طيبين عندنا الناس عندنا والدنا مزيانين عندنا تتسكروا التجربة بزاف حيت أول مرة شوقة في هذا الحومة نقول لهم يبعدوا على الإشاعات هذا هضرة جبدت غير إشاعات خصني يبعدوا عليها حيت حنايا تا ساتين ديال الحومه وجيرانهم راه صاحب ولدو بحال بحال خويا ماشي غير صاحبي نلقى شي بلاصه اخرى ما ندوزوش فهمت هو ما يدوزني شو هادي سنة الحياة الصديق ديالك شي سفر شي عزي شي ما جاتنيش الفرصة حيت ما خلوش قوة المساعدة السلطة المغربية حتى هما راه خدمة مزيانة البوليس توما جاوش البوليس في الوقت انا تنشكر انا السلطه ال تكون بزاف حيت تقدر يتعرضوا للدراري ديال الحومه اسمع لا كتبدل صاحبك ضرب راسو حيت بس تيرف في بنتو ديال الضربه جات الراس ديال هنايا ضرب مراتو جات القلب صافي في السال ديال القناه ديال ولدو سمح لي تمشي تسمع الناس تقولوا تقول ولدو سمح لي ولدو وين تاحر ضرب هنايا مشى للسبيطار عاد مات عاد مات هاد الحرويه ديال الدقه صبر حتى تما عاد بقى تيفركل باش طلعوا الدراري لقاو مازال تيفركل باش جاو البوليس لقاو صافي باش هزتو الاسعاف السبيطار اللي قريب لهنا صافي وي خويا وي وي تفنى صافي الله يطلب لهم الله يرحم العائله تاعهم الله يرحمهم والله يصبر والديهم والناس الاحباب ديالهم صديقي صلاح الله يصبر اخويا راه تعزيز حتى شي حاجه راه خوت ما يدوزتش اقسم بالله مات في السراء وفي الضراء حنا هذه راه حومته مش خويا ما والو راه حومته خصنا حنايا هذه الحومه هذه اقسم بالله حنا خصنا ندافعوا على خونا راه ماشي حنا خصنا نذكروا شي حاجه اقسم بالله خصنا ندافعوا عليهم وحق الله راه حنا ترى خونا لا هو لا اختو مرحبا في حومتنا حتى شي حاجه يجي يريح معانا حنا قادرين نجمع الدراري ديال الحومه ويمشيو يعزيو ويريح معانا في الحوم ونفطروا وننسيو في جميع الهموم ديالو وحق الله اخويا الله يرحم فضلنا اقسم بالله